أحسن الله إليكم. المرسلة أم أحمد من جدة بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: قمت بعمل عمرتين في يوم واحد لي ولأمي، الأولى في الصباح والثانية في المساء بإحرام جديد، لكن قبل خروجي لأداء الثانية وجدت دما فاغتسلت منه وأحرمت وطفت، وفي الشوط الخامس من السعي نزل الدم مرة أخرى، فهل عمرتي الثانية صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ تكرار العمرة في وقت متقارب غير مستحسن، ولكن العمرة صحيحة، ولكن ما ذكرت من وجود الدم في العمرة الثانية هذا يمنعها من الطواف وأعمال العمرة حتى تطهر من حيضتها، فهي باقية في إحرامها، وعليها إذا طهرت واغتسلت أن تؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير. وأما ما فعلته وهي حائض من أعمال العمرة فهو غير صحيح. نعم.